بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة جديدة من مادة الجافا جي اي. في هاي المحاضرة راح نعمل منيو بهذا الشكل، القائمة يكون فيها مجموعة من الأزرار، تمام؟ مثلا راح نطبقها احنا على الستودنتس مش على الامبلوي، مش على الموظفين. مثلا اليوزر بيعمل كليك على اد نيو امبلوي، بينقله على شاشة عشان نضيف موظف جديد. بعمل كليك على ديليت، بنقله على الشاشة عشان يحذف الموظف عن طريق الرقم أو اسمه، تمام؟ إذا منيو قائمة بهذا الشكل. طبعاً أول واحدة اللي هي Add Employee مفروض تجيبه على هاي الشاشة. هاي الشاشة الإمبلوي أو الموظف بدخل معلوماته، تمام؟ رقمه، اسمه الأول، اسمه الأخير، اليوزر نيم له، الباسورد والأدرس. بعدين بعمل Add، تمام؟ بضيف هاي المعلومات وين؟ على الداتابيز، على قاعدة البيانات. طبعا زي ما حكينا كل باتون بتكون مشبوكة مع الشاشة، يعني هاي أول ما بتعمل كليك على هاي بتوديك على هاي الشاشة. فاحنا اليوم بس رح ناخذ اللي هي كيف نعمل المنيو قائمة بهذا الشكل، وكيف ممكن نعمل شاشة زي هيك. أول ما اليوزر يعمل كليك على اد، ضيف كل البيانات وين؟ في الداتابيز، تمام؟ طبعا الشغل كله اغلبه راح يكون جوا البطن، يعني اللي هي الكبسه اللي هون يا شباب. الاد الاكشن كله موجود داخل مين؟ داخل البطن. متى بيصير ادخال البيانات جوا الداتابيز؟ لما اليوزر بيعمل كليك وين؟ على اد. طبعا الباك هاي يا شباب، الكبسه اللي عليها باك هاي، المفروض انها ترجع وين؟ ترجع على القائمه، ايش ترجع على القائمه الرئيسيه. الباك هاي بترجع وين؟ على القائمة الرئيسية، تمام. طبعا بدي اورجيك الكود اللي موجود جوا البطن، الكود الموجود جوا ايش؟ البطن. طبعا هون هم انا عامل مثال، وعلى النت بينز ممكن اعمل لك مثال اخر بس قريب عليه تقريبا، تمام. في عنا اللي هو استعلام ادخال. بما انه انت بدك تدخل بيانات جوا الداتابيز، في عنا شغلة اسمها استعلام ادخال، الانسيرت، اذا تتذكر اعطيتك اياه في قبل محاضرتين تقريبا. اول شيء هون بكتب الاستعلام على شكل سترينج يا شباب. الان انسيرت انتو انفو، يعني دخل في الجدول اللي اسمه ايش؟ انفو. انسيرت انتو هاي يا شباب ثابته، ما بنلعب فيها بالمره. هاي جمل اس كيو ال، هاي هيك السنتاكس، كيف الفور والاف عندك في الجافا، والوايل والدو وايل، كلمات محجوزة، والكيس نفس الشيء. insert into هاي كلمة محجوزة ما بقدر ألعب فيها، بس أنا ممكن أعدل في باراميترز ثاني حسب الجدول اللي عندي. مثلا insert into info، هون الانفو ممكن أنا أعدل فيه. info اللي هو اسم الجدول اللي أنا عامله. بتذكر المرة الماضية كنا عاملين جدول اسمه users، صح؟ تمام. إذا insert into info هنا بحدد له الحقول اللي بدي أدخل فيها البيانات. ليش بحدد الحقول اللي بدخل فيها البيانات؟ ممكن يكون في عندي جدول في مثلا 20 حقل، وانا ما بدي ادخل في ال 20 حقل، بدي ادخل في 10 او 5 منهم. واضح الفكره؟ فبحدد الحقول اللي بدي ادخل فيها البيانات، وممكن اذا بدي ادخل في كل الحقول اعطيهم كلهم ورا بعض مفصولين بفواصل ايش؟ مو فواصل. طبعا بدك تنتبه الترتيب هنا مهم، واضح؟ الان بعد insert into info بدخل في جدول اسمه info في الحقول التالية أسماءها values، هاي كلمة محجوزة ما بلعب فيها. بعطيه الآن question marks بعدد الحقول الموجودة هون، يعني عندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6 حقول، بعطيه 6 question marks يا شباب، علامات سؤال، 6 ورا بعض. ليش بعطيه 6 او ليش بعطيه كويستشن مارك حكينا المره الماضيه؟ لانه اليوزر راح يدخل قيم هون، ما بعرف كل يوزر راح يدخل بيانات مختلفه عن الثاني، ما في قيم محدده، يعني مش كلهم والله ال 100 يوزر راح يدخل نفس المعلومات، صح؟ كل واحد راح يدخل بيانات مختلفه مثلا. فبعطيه علامات سؤال، علامات السؤال هذول بدخلهم عن طريق شغله اسمها البريبيرد ستيتمنت، او البريبير ستيتمنت يعني جمله اعداد للاستعلام. لاحظ بدك تنتبه لشغله، هنا المتغير string اسمه query، هنا اسمه query نفس الشيء. هسه اللي بيهمني هون يا شباب،
اللي بيهمني وين؟ هون. بدك تنتبه، أول مجهول في عند المجاهيل هم عبارة عن إيش؟ عبارة عن ست مجاهيل، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة. المجهول الأول راح يجيب قيمته من وين؟ راح يجيب قيمته من الـ ID underscore txt اللي هو بيكون الـ text field الأول عندك. هذا شباب، هذا بيكون اسمه يا شباب احنا مسمينه ID underscore txt. تمام؟ هذا بكون انا معطيه كمان اسم، اتوقع خلينا نشوف شو انا مسميه. مثلا هذا مسميه اف نيم واللي بعديه ال نيم. تمام؟ اذا هذا بيكون اسمه اف نيم. underscore txt كانه. اذا انا بسميهم، بعمل رايت كليك عليهم بالفورم شباب والفريم، وبعمل رايت كليك اللي هو تشينج فيريبل نيم، بعطيهم اسماء. هاي الاسماء اللي انا بعطيهم للتكست فيلد. تمام؟ راح اكتبهم هون واحد واحد. اذا المجهول الاول راح اجيبه من الاي دي underscore txt get text، يجيب النص اللي فيه. المجهول الثاني راح اجيبه من الاف نيم. المجهول الخامس راح يجيبه من التكست فيلد اللي اسمه باسورد، اتوقع اللي هو هذا. هذا بيكون اسمه باسورد اندرسكور تي اكس تي. هنشوف كمان شوي كيف ممكن اعدل الاسماء. بعدين بنفذ الاستعلام. كيف بنفذ الاستعلام؟ بعطيه بي اس تي دوت اكسكيوت ابديت. اذا هاي عمليه اعداد الاستعلام. بعدين هولا كيف بنفذ الاستعلام اللي اسمه بي اللي هو اللي انا عديته البي اس تي هذا، بعمل له بي اس تي دوت اكسكيوت ابديت بنفذ الاستعلام. كيف بنفذ الاستعلام؟ بدخل البيانات اللي دخلها اليوزر هنا، بدخلها وين؟ على الداتابيز. طبعا بعدين بتلاحظ انه شو اعطاك هنا؟ اعطاك اللي هو الجمل اللي هون. هاي الجمل شو وظيفتها؟ هاي الجمل وظيفتها تصفير مربعات النص. بعد ما يدخل البيانات تمام، شو بيعمل في مربعات النص يا شباب؟ بيصفرها. اذا id underscore txt دوت سيت تكست فاضي ولا شيء. هاي شو معناتها؟ هاي صفر مربع النص. تمام؟ طبعا كمان مره تراي كاتش، هو بيحاول انه يدخل في قاعده في الجدول اسمه انفو. تمام؟ بيحاول يدور على الحقول اللي اسمها هون، لازم ينطبق اسمائها مع الداتابيز عنده. تمام؟ هسه الان اي مشكله عنده، اي مشكله صارت عنده، مثلا اسم الجدول غلط، اسم حقل دخله غلط اليوزر، بيروح بوديك على الكاتش، بيمسك يعني كاتش بيمسك الخطا وبيطلع لك هذا الخطا بشو مسج ديالوج، بيطلع لك الخطا. طبعا الخطا بنحط داخل الاي، وهون انت قاعد بتعمل طباعه لمين يا شباب؟ للاي، للخطا اللي عمله ايش؟ اليوزر. تمام؟ طيب خلينا نشوف. هون في عنا اللي هو الشاشات. طبعا كل واحدة بعملها شاشة لحال، يعني الهوم عبارة عن شاشة، السيرش عبارة عن شاشة، الاد عبارة عن شاشة، اللوجن عبارة عن شاشة، كلهم عبارة عن شاشات. الآن هاي شاشة الباك، هاي شاشة مين؟ الباك. إذا بتتذكر في عنا الباك اللي هي هاي، في كود داخل الباك صح؟ الكود هذا المفروض شو يعمل؟ يخفي الشاشة الحالية ويرجعك على الشاشة القديمة. إذا لاحظ ليش عندي خطوة أنا هنا؟ في عندي خطوتين، إخفاء الشاشة الحالية اللي هي هاي بيخفيها، وبيرجعك وين؟ على الشاشة القديمة. طيب كيف بنخفي الشاشة الحالية؟ في أمر اسمه ديسبوز، تذكر إذا ديسبوز فتحة قوس تذكرة قوس سيمي كولن بيخفي لك الشاشة الحالية. كيف بظهر الشاشة القديمة؟ اسمها دوت سيت فيزبل، اسمها دوت سيت فيزبل بظهر لك الشاشة. هاي اسمها مثلا مين؟ نيو مين دوت سيت فيزبل ترو، بظهر لك الشاشه هاي. تمام؟ اذا هذا الكود عباره عن سطرين
اللي هو الباك. باك ديسبوز اخفاء الشاشه الحاليه، وهوم دوت سيت فيزبل اسم الشاشه، اذا الرئيسيه اسمها هوم، هوم دوت سيت فيزبل ترو بيظهر لك الشاشه الرئيسيه. خلينا الان نطبق بشكل ايش عملي. طبعا انا جهزت قبل شوي، قبل المحاضره بشوي جهزت الكود، يعني طبعا عملته كامل. خلينا نشوف. طيب هاي نتيجة. طيب بس ملاحظة، أول ما تشبك هنا بتعطيك كونكت، ممكن ما يشبك معك إذا داخل على نتبينز لأول مرة. شو السبب؟ السبب بيكون مش عامل كونكت على الداتابيز. كيف تعمل كونكت على الداتابيز؟ طبعا لاحظ هنا على الكونكت في عندي اسم الداتابيز وايز 64، تمام؟ بروح هون على السيرفيسز على الخدمات، بروح على بدور على 64، بيكون مش شابك الداتابيز. بعمل رايت كليك وبعمل كونكت، بعمل شو؟ بعمل كونكت. يعني قبل شوي لما دخلت على الكمبيوتر جيت بدي اعمل كونكت من هناك، الكود اللي انا عملته ما عمل كونكت. اذا بتيجي على السيرفيسز على الخدمات تعمل رايت كليك على الداتابيز تعطيك كونكت، لانه بيكون عامل ديسكونكت. هاي ملاحظه مهمه، لانه في بعض الطلاب راح يقول لك ما شبك. قبل ما تعمل هيك تعمل ون كونكت. طيب طيب في مسجات كثيرة من الطلاب. إذا بس اسمك يا شباب. طيب نرجع كمان مرة يا شباب. عندنا شاشة اللوجن. طبعا في السورس وفي الديزاين. اللوجن. هسا المفروض إنه إذا اللوجن تمام يا شباب يدخلوا على شاشة جديدة اللي هي مين؟ اللي هي المين. والمين بيكون فيها مجموعة من الكبسات. كيف نعمل هاي الشاشة؟ ببساطة بروح على الـ كونكت هنا، نيو جي فريم فورم، بسميها مثلا والله هوم الشاشه الرئيسيه، فينش. باجي بسحب بطن يا شباب، بعدين بعمل رايت كليك عليها ايديت تكست مثلا نيو الان ستودنت، تمام. بسحب ممكن الونها الان، اطلع مثلا باجي على الفونت مثلا او الفور جراوند كلر، الفور جراوند كلر اللي هو لون الخط، تمام، والباك جراوند كلر اللي هو لون الكبسه، تمام. هاي بلونها مثلا اصفر مثلا، تمام. نفضل انه الحرف الاول كابيتال. الآن بعمل إذا بدي ألون الخلفية، ألون الخلفية أصفر، وممكن تلون اللون الأمامي مثلا اللي هو الفور جراوند كلر بدل لون الخط مثلا، خلينا نعمله أي لون بدك إياه، تمام. مثلا أي لون فاقع عشان يبين معك. بعمل كوبي لهاي، كنترول سي كنترول في يا شباب، بسحبها تحتها مباشرة، بعمل رايت كليك عليها تشينج فيريبل نيم اللي بنسميها ديليت. هنا ديليت ستودنت، طالب. بعمل كوبي وبيست يا شباب زي الملفات عادي، بعمل رايت كليك عليها ايديت تكست، خلينا نسميه هنا ابديت ستودنت، تمام. بحاول اسحبهم وارتبهم طبعا زي ما بدك. خلينا نعمل واحدة اكزت مثلا، رايت كليك عليها ايديت تكست اكزت خروج، تمام. بدي اعمل رن اشوف الشغل تبعي كيف طلع، بروح على الهوم اللي هنا عملتها هنا، بعمل ايش رن. ممكن عندك ما يبين او ممكن يبين على السريع، بروح خلينا ابين لك اياها. اذا هاي الشاشه يا شباب، واضح؟ هاي بتكون زي منيو، زي قائمه ايش؟ رئيسيه.
خليني أرجع على النت بينز كمان مرة. طيب كيف بدي أجيب هاي الشاشة اللي هي هوم يا شباب؟ أخلي أربطها مع اللوجن. المفروض بعد ما يعمل لوجن يشيك على طبعا هذا الشيله مثلا. بعد ما يعمل لوجن هنا اللوجن بشيك اذا اليوزر نيم والباسورد موجودين في الداتابيز. اذا موجودين المفروض طلع رساله ان الامور تمام وينقلوا وين على الهوم مثلا او على الهوم. اوكي فكيف نعمل هاي العمليه؟ نروح بعمل دبل كليك على اللوجن. تمام في الكود اللي عملناه المره الماضيه احنا عملناه هذا المره الماضيه. اذا في نتائج حكينا هنا اذا رجع يوزر نيم وباسورد يعني في نتائج بيظهر له انه يو ار ويلكم اسمه. الان بيعمل ديسبوز اخفاء لشاشه اللوجن واظهار للشاشه الجديده. كيف تظهر الشاشه الجديده؟ اسم الشاشه الجديده. يعني انا هون مظهر المين 2 تمام. اذا بدي اظهر الهوم يا شباب اللي هي هاي مثل قبل شويه بعطيه هون هون هوم هوم بحفظ باجي على اللوجن مثلا بعمل رن كونكت اعطاني اعطيته صلاح صلاح واحد اعطاني يو ار ويلكم وهي دخلني يا شباب وين دخلني على الشاشه. ما بعرف اذا الخطوات بتبين عندك ولا لا. هي دخلني على الشاشه. طيب مشكله الشاشات ايرن ممكن ما يبين عندك. إذا ببساطة بيشوف هنا زي ما حكينا المرة الماضية بيعمل الاستعلام اللي هو السلكت وبيجيب النتائج جوا مين؟ جوا الريزلت. إذا في ناس له نفس اليوزر نيم والباسورد بحطهم جوا الريزلت. ريزلت دوت نكست يعني إنه في بيانات رجعها. إذا في بيانات رجعها بيطلع لك إنه يو ار ويلكم مرحبا صلاح مثلا. بيسكر شاشة الديسبوز بيخفي شاشة ال بيعمل خروج من شاشة اللوجن. وبظهر الشاشة الجديدة اللي هي المين منيو القائمة الرئيسية اللي فيها الكبسات اللي هم الاد والديليت والابديت والاكسيت. تمام خليني ارجع على المين 2 مثلا لان فيها تفصيلات اكثر نعملها. مين 2 المين 2 هاي يا شباب نفس الشاشة ديك تقريبا. الان بدي اعمل امبلمنتيشن للكود الموجود جوا النيو ستودنت. يعني اليوزر بعد ما يعمل كليك على نيو ستودنت شو راح يصير مثلا؟ بدي اياه ينقلوا على الشاشه زيك يا شباب. حابين لك الشاشه اذا ما طلعت عندك. بدي تطلع عنده شاشه زي هيك. بصمم نفس هاي الشاشه. طبعا هاي ليبل 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 تكست فيلد تكست فيلد تكست فيلد تكست فيلد بوتن. تمام؟ لأن المفروض يدخل اليوزر بياناته مثلا والله أسامة مثلا علي اليوزر نيم له مثلا ABC والباسورد له 123. يعمل الآن آد دخلهم جوا قاعدة البيانات. طبعا أنا كاتب الكود قبل المحاضرة بشوي. تمام خلينا نرجع ثاني مرة. شو اللي بيصير؟ ببساطة بتيجي على هاي الشاشة بتيجي على نيو ستودنت يا شباب وبتعمل دبل كليك ايش؟ عليها. تمام؟ دبل كليك وين؟ عليها. بس دقيقة. في طالب دخل عندنا يا شباب. طيب مين؟ اوكي 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 عرفت شو المشكله. بدنا نعمل اول شيء شاشه الاد يا شباب. شاشه الاد كيف نعمل شاشه الاد؟ نعمل رايت كليك هون نيو جي فريم 4 خلينا نسميه مثلا اد ستودنت. اد ستودنت مثلا اد اس تي دي فينش. اروح بصمم شاشه الاد اعطيه ليبل مثلا
first name اللي هو اسمه الأول. وبعطيه كمان يا شباب بعطيه text field. أوكي بجيب text field من هون، بسحب text field، بضبط text field بالحجم اللي بدي إياه. ويفضل إنه أول اثنين ضبطهم من حيث الألوان وأحجام الخطوط، وتنسخهم نسخ صح مش أحسن لك؟ إذا هنا بحددهم اثنين مثلا، بروح على الفونت هنا اختار بولد مثلا 14، ممكن هاي الاف خلينا نعملها كابيتال عشان بداية سطر تمام. وممكن إذا بدك تلون بتلون، تروح على الفونت على الفور جراوند كلر تختار أي لون بدك إياه من هون. هاي لون شو بعمل؟ بعمل كوبي لهم اثنين، كنترول سي كنترول في. قديش عددهم الحقول عندي في الداتابيز يا شباب؟ عندي أربعة صح؟ بحاول أضبطهم تحت بعضها تمام؟ باجي على هاي مثلا هاي last name، هاي last name اسم الأخير أو الفاميلي نيم، وهاي password، وهاي هاي هاي يوزر نيم بعدين باسورد. واخر شيء اللي هو بدنا نضيف الكبسه هاي البطن عشان يضيفهم في الداتابيز. بروح بدور ايش؟ بدور على بطن هنا، بسحب البطن وبعدل التكست مثلا اد. واضح؟ باك عشان ترجع لورا تمام. الآن السؤال كيف بدنا نربط هاي الشاشة مع شاشة اللوجن؟ زي ما حكينا بتعمل ديسبوز، بتعمل دقيقة، شاشة اللوجن راح توديك وين؟ على المين، المين اللي هي هاي مين 2. بس هاي الشاشة وين راح توديك؟ بدك تنتبه عشان ما تخربط. هاي بتوديك وين؟ على الشاشة الاد. طبعا الاد انا عامل واحدة قديمة واحدة جديدة، هاي الاد القديمة، هاي الشاشة اللي انا عاملها اد. فبتروح على الهوم ببساطة، بتعمل دبل كليك على نيو. لا دقيقة، على نيو، تعمل ديسبوز اخفاء للشاشة الرئيسية، وبتعمل اظهار لمين؟ للاد. فهيك بروح وين يا شباب؟ بروح على الاد. ان شاء الله تكون الامور واضحة، الامور ما بتخربط، بس عشان نعمل شاشتين هنا في البعض ممكن. اذا المين تعمل دبل كليك على النيو ستودنت، تشبك هاي الكبسة مع مين يا شباب؟ تشبكها مع الاد اللي انا عاملها، تعمل dispose و new add dot set visible true بس زي هيك. اذا dispose اخفاء للشاشة اللي هي المين منيو القائمة الرئيسية، هون عملية اظهار لمين؟ الاد. هاي طبعا هاي تحذفها عشان ما تخربطها. وهاي هوم خلاص ما بدنا اياها. كمان مره تعمل لوجن، تعمل كليك دبل كليك على اللوجن. اللوجن اذا الامور تمام وين بتوديك يا شباب؟ بتوديك على المين منيو القائمه الرئيسيه. القائمه الرئيسيه اول ما بتعمل كليك على النيو ستودنت وين بتوديك؟ بتوديك على الاد. طيب الخطوه اللي بعديها بدك تسميهم، هذول شو بدك تعمل فيهم؟ بدك تسميهم، فبتعمل رايت كليك تشينج فاريبل نيم وبتعطيهم اسماء. انا مسميها هون مثلا اف نيم، اللي هون شو مسميه انا؟ مسميه ال نيم.
اللي هون سميه pass underscore txt. هذا نسميه user underscore txt. طيب هسه الان كيف بدنا نضيف، نخلي هاي تضيف بيانات جوا الداتابيس. بعمل دبل كليك على هاي البطن لانه عمليه الاضافه بعد الكبس على هاي الكبسه صح، بعمل دبل كليك عليها ومفروض اضيف الكود جوا هاي الكبسه. هاي الكود موجود هون، نفس الكود اللي انا شرحت لك قبل شوي. الكود هو ببساطه insert into users، بدخل في اليوزر الجدول اللي اسمه يوزر يا شباب، هيو بدخل طبعا نفس الاسم بدك تنتبه، بتذكر اسماء الحقول في الجدول نفس ما هم اللي هم f name l name user name password، نفس السبيلينج يا شباب نفس التهجئه، اي خطا بيعمل لك مشاكل. values هي كلمه ثابته، وهون بتعطيك question marks علامات سؤال بعدد المتغيرات اللي هم 1 2 3 4 4. المتغير الاول المجهول الاول نم راح يجيب قيمته من ال f underscore name، والمجهول الثاني من راح يجيبه اللي هو الخاص في ال l name راح يجيبه من ال l underscore name. شو ال l underscore name؟ تروح على design، هي انا هاي مسميها l underscore name بدك تنتبه. اذا الاسماء اللي هون موجوده عندك حاطهم كلهم هون. هي بعدين بعمل ايش؟ بعمل update للمين، execute update بنفذ الابديت. وهون عشان تصفير قيمة ايش؟ طبعا 10 دقائق بعطيني. هون عشان تصفير قيم الحقول، عشان بس يدخل بيانات يفضي ايش؟ الحقول. بس في ملاحظة مهمة، كل شاشة بدك تعملها كونكت. كيف اللوجن كان فيها كونكت اذا بتتذكر في الكونستركتر؟ نفس الشيء هون. باجي بطلع على فوق هون، هاي شاشة اسمها اد، بروح على الكونستركتر بضيف اللي هو نفس الكود الموجود هون. هي احنا عملناه في اللوجن صح؟ بنسخ الكود الموجود هون يا شباب، كونكت وهاي عشان وسط الشاشه صح، بنسخهم اثنين بضيفهم على كل شاشه بعملها بالاضافه للموجودين هون كمان الثلاث. اذا 1 2 3 4 5 برجع بضيفهم على كل شاشه بعملها، راح اضيفهم على الديليت وعلى الابديت وعلى السيرش. واضح الفكره؟ هذولا بدك تضيفهم قبل الكونستركتر، واللي هون السطرين بضيفهم داخل الكونستركتر عشان يعمل كونكت على الداتا بيز. كل شاشه بدك تعمل كونكت على مين؟ على الداتا بيز. طبعا انا بدي ادخل لك الان بيانات واجرب لك الامور. مثلا اللوجن، بدي اعمل ران لللوجن. هي مثلا دخلت له صلاح واحد، لوجن دخلني على المنيو، طلعت لي نيو ستودنت، عملت كليك على نيو ستودنت. الان وين طلعت الشاشه؟ اوكي بروح على نيو ستودنت، الان بعمل كليك على نيو ستودنت. دقيقة. إذا كمان مرة رن لأن في مشكلة كانت. أي صلاح واحد. عملنا لوجن. نيو ستودنت. أوكي دخلنا على الشاشة. أوكي. مثلا سامي، دخلنا سامي. أو يوصل باسل. سامي. واحد الباسورد اد هيصفرهم. الان لو رحت على الداتا بيز يا شباب على الجدول، عملت رايت كليك فيو داتا، هتلاقي انه سامي شو ماله؟ ضاف لي الريكورد الخاص بمين؟ في سامي 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 1. اذا الكود شغال 100%. تمام. اذا بدك تضيف الباك تعمل كوبي لهي البتون، زدت هون تمرات كليك ايديت باك. هسه هي راح تعمل ديسبوز اخفاء لهي الشاشه، وراح تروح وين يا شباب؟ على المين. تمام. بعمل دبل كليك على هاي البطل. دقيقه. طبعا نسخ الكود الموجود فيها، نسخت البطل كامله مع الكود. راح تعمل ديسبوز
على الشاشة الحالية، ورح يظهر شاشة المين. إذا main.setVisibleTrue. تمام، خلينا نجرب أعمل بس للأد رن، هاي رجعني على المين. إذا اشتغلت، رجعتني على المين. إن شاء الله تكون الأمور واضحة. طيب.